Sai, الاسكوب من الأجهزة المهمة جدا طبعا عندنا في المعمل. انتوا كنتوا برضو أخدتوا فكرة عنه السنة اللي فاتت واستخدمتوه في المعمل سنة تانية. تمام، اللي استخدمته في المعمل السنة تانية هو الأنالوج أسيلوسكوب، ده اللي هنتكلم عليه النهاردة. اللي بنستخدمه السنة دي في معمل سنة تالتة ده اللي هو الديجيتال أسيلوسكوب، وبرضه هنتكلم عليه المحاضرات الجاية إن شاء الله. سواء كان أنالوج أو ديجيتال، الجزء الأولاني ده الإنترودكشن دون فاليد عليهم هما الاتنين. يبقى سواء كان أنالوج أو ديجيتال، الجزء الإنترودكشن اللي هو بتاع الباندويث والرايز تايم والبروبس دون فاليد عليه أيا كان نوع الأسيلوسكوب. طيب، حكاية الباندويث والرايز تايم زي بالظبط زي اللو باس فلتر، يعني دون بيقيس سيجنال، في سيجنال داخلاله فهو بيعمل زي لو باس فلتر. يعني دايما أي جهاز عندنا بيبقى ليه سيرتن باندويث، ما ينفعش يكون الباندويث بتاعته ما لا نهاية، وكل ما كانت الباندويث أكبر كل ما كانت الكومبلكسيتي بتاعة الديزاين بتاع الديفايس ده أكبر، وكل ما كان أغلى طبعا. يعني في أوسيلوسكوب ممكن نشتريها بألف جنيه، وممكن أوسيلوسكوب ممكن نشتريها بنص مليون جنيه. إيه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم هو الباندويث، وحاجات تانية برضه هنعرفها بعد كده، بس من أهم الحاجات اللي هي الفرق الباندويث، هو الإلكترونيكس اللي فيه الديزاين بتاعها يستحمل باندويث لغاية فين. فاحنا عارفين اي لو باس فلتر زي ما شفنا في المحاضرات اللي فاتت بيقطع عند الكات اوف فريكوانسي، فبيأثر على شكل الويف فورم اللي معدية بعد كده. يعني اللي انا هعرف اشوفها بقى قدامي على الاسيلوسكوب شكلها هيتغير بتغير الباندويث بتاع الاسيلوسكوب، اكني معدي السيجنال على لو باس فلتر، فاكيد هيقطع شوية كومبوننت زي احنا شايفين كده، أكيد هيأثر على الرايز تايم وشكل الويف فورم. فمثلا مجرد بس إن هو لو باس فلتر، إحنا عارفين عند الكات أوف فريكونسي السيجنال بتقل ب 3 دي بي. فلو كبرنا الحتة دي، السلايد دي بس في الحتة بتاعت ال 3 دي بي، يعني دي فريكونسي على اف 3 دي بي. يعني واحد هنا يعني دون عند الكات أوف فريكونسي. يعني هنا بس هنا مكبرين الجزء بتاع اللو فريكونس عشان نشوف الامبليتيود بيقل بقد ايه. ف3 دي بي دي يعني تقريبا 70% من الامبليتيود. ف ممكن تكون في بعض الابليكيشنز ان انا الوز 30% من الامبليتيود دي مش مشكله، هيبقى في امبليفاير بعد كده ولا في اي حاجه. لكن في الاسيلوسكوب انا طبعا ده على طول هيطلع ايرور عندي على السيجنال اللي بتفرج عليه، فلازم انا اخلي بالي، لان انا هنا انا بقيس الامبليتيود، فما ينفعش الوز 30% من الامبليتيود. فحكايه الكات اوف فريكوانسي دي في الاسيلوسكوب ما ينفعش ان انا اشتغل عندها اصلا، فعشان كده لازم اشتغل عند فريكونسي اقل بكتير من الكتف. فالناس بتتكلم على حوالين ال 0.2 من الكتف فريكونسي، او بمعنى تاني ان الباندويث بتاعي لازم يكون اكبر 5 مرات من الهايست فريكونسي اللي في السيجنال. ليه الكلام ده؟ وانا عملت كده يبقى الايرور في الامبليتيود عندي هيبقى اقل من 2%. الايرور في الامبليتود انا بقيسه هيبقى اقل من 2%، وطبعا دي حاجه مهمه في الاسيلوسكوب. ما اقدرش ان انا اضحي بالامبليتود بتاعي، الامبليتود ايرور اللي انا بقيسه، فدي بنسميها رول اوف ثامب. يعني ايه؟ يعني دايما لما اجي اشوف سيجنال على الاسيلوسكوب
أول حاجة لازم أبقى عارف الباندويث بتاع أوسيلوسكوب. في حد أوريدي عارف الباندويث بتاع الأوسيلوسكوب اللي احنا بنستخدمه عندنا في المعمل؟ دي حاجة مهمة جدا إن احنا نبتدي نعرف، يعني عندنا دخلنا المعمل إيه الأوسيلوسكوب اللي قدامنا اللي هو الديجيتال أوسيلوسكوب ده ليه باندويث؟ طب الباندويث بتاعه بكام؟ دي أهم حاجة أعرفها وأنا بستخدم أي أوسيلوسكوب. هل الباندويث دي، هل الأوسيلوسكوب ده أقدر أقيس بيه أي حاجة؟ لأ، أنا هقيس بيه السيجنالز لازم تكون أقل، على الأقل 5 مرات من الباندويث بتاع الأوسيلوسكوب. فأنا برضه هحط لكم على الويب سايت بتاع الكورس المانيوال بتاع الأوسيلوسكوب بتاعنا، مش عارف كنت أوريدي حطيته ولا لأ، بس هتأكد ان انا احط المانيوال بتاع الاسيلوسكوب بتاعنا نخش فيه ونشوف كده الايه الباندويث. المفروض دي من الحاجات المهمة اللي تبقى مكتوبة على الاسيلوسكوب، يعني لو فلو لو ده ما نخش المعمل تاني ندور كده على الاسيلوسكوب الباندويث بتاعته مكتوبة كام. دي لازم تكون مكتوبة لان دي اهم بارامتر على الاسيلوسكوب. الباندوز بتأثر زي ما احنا عارفين على الرايز تايم برضه زي ما درسنا في اللوباس فلترز، ودي العلاقة اللي احنا كلنا عارفينها دلوقتي. ساعات بنكتبها بالطريقة اللي هي علاقة بين النانو سكند والميجا هرتز على طول، بحيث لما ادخل بدل ما احط هنا 0.35 احط 350، بحيث ان انا اول ما ادخل الباندوز بالميجا يطلع لي الرايز تايم على طول بالنانو سكند. يعني ايه الرايز تايم بتاع الاسيلوسكوب؟ هو الاسيلوسكوب ده حاجه بتطلع رايز تايم؟ لا، المقصود بيه الرايز تايم بتاع الاسيلوسكوب يعني ايه؟ يعني لو دخلت ايديال ستيب هشوفها على الاسيلوسكوب بالرايز تايم ده نتيجه ان الاسيلوسكوب ليه سيرتن باندز. فمثلا انا لو دخلت ايديال اسيلوسكوب، دول 3 اسيلوسكوبس ليها باندويث مختلفه، كل ما الباندويث بتاع الاسيلوسكوب قل كل ما هشوف الرايز تايم كبير. يبقى انا مدخل ايديال ستيب على الاسيلوسكوب لكن عمري ما هشوفها ايديال، طب هشوف لها رايز تايم. الرايز تايم اللي بشوفه دون هيبقى ليه علاقه بالباندويث بتاع الاسيلوسكوب. فمعنى كده الباندويث دي بتقول لي برضو ايه الرايز تايم اللي انا ممكن اشوفه، يعني لو دخلت بقى سيجنال بسيرتن رايز تايم، طب الاسيلوسكوب كمان عنده رايز تايم، هشوف انهي واحد فيهم. لازم في الحاله دي ان لو هنا مثلا دي علاقه ما بين الاكس اكسس هنا هو الريشيو بتوين الرايز تايم بتاع السيجنال اللي انا مدخلها والرايز تايم بتاع الاسيلوسكوب. واحد لواحد يعني ايه؟ يعني الرايز تايم بتاع السيجنال بيساوي الرايز تايم بتاع الاسيلوسكوب. الواي اكسس ده الايرور اللي انا بقيسه في الرايز تايم، فمعنى كده ان انا هلاقي 40% ايرور في الرايز تايم اللي بقيسه على الاسيلوسكوب. يعني لو دخلت سكوير ويف على الاسيلوسكوب ليها نفس الرايز تايم بتاع الاسيلوسكوب اللي انا هجيبهم بمعرفه الباندويتس من العلاقه دي، يبقى لو عارف الباندويث بتاع الاسيلوسكوب هحسب الرايز تايم بتاعه. لو السيجنال بقى اللي انا مدخلها بنفس الرايز تايم دون، معنى كده ان انا بشوف ايرور 40% في الرايز تايم. يعني الاسيلوسكوب كده هيرسم لي رايز تايم في ايرور 40%. كل ما اكبر الرايز تايم بتاع السيجنال بالنسبه للاسيلوسكوب كل ما الايرور ده بيقل. يعني لازم الاسيلوسكوب يكون الرايز تايم بتاعه اقل بكتير من الرايز تايم بتاع السيجنال اللي انا عايز اقيسها. برضه نفس الكلام رول اوف ثامب كده هو ان لازم الرايز تايم بتاع الاسيلوسكوب يكون اقل 5 مرات من اسرع رايز تايم انا بقيسه. لو عملت كده يبقى انا عند النقطه اللي عندها السهم الاحمر ده اللي هي 5 الى 1، معنى كده ان انا هشوف ايرور 2% في الرايز تايم. فدي من الحاجات المهمه برضو، علشان لو بقيس سكوير ويف في الاسيلوسكوب
بمعرفة الرايز تايم هقدر أعرف الايرور اللي هيطلع لي عندي قد إيه. طيب الحاجة الثانية بروبس، برضو البروبس دي من الحاجات المهمة عندنا، وهي والأوسيلوسكوب بيعملوا لودينج على السيجنال على الدايرة بتاعتي. تمام، اللود ده ممكن يكون ريزيستنس ممكن يكون كاباسيتنس. فالريزيستنس لازم انقي، لو عندي دايره معينه عايز اقيس فيها السيجنال، فاحنا عارفين لما بعمل لودينج بالريزيستنس بيبقى بوتنشال ديفايدر على طول، يبقى لازم اختار نقطه عندي في الدايره يكون ليها هاي ريزيستنس. فدول تو اكزامبلز من دوائر، واحده ليها الكومن سورس ده بيبقى ليها هاي اوتبوت ريزيستنس، واحده ليها لو اوتبوت ريزيستنس. فانا لازم احاول اشوف الدوائر اللي بقيسها تكون ليها لو ريزيستنس عشان ما يحصلش لو اوتبوت، عشان ما يحصلش ايه بوتنشال ديفايدر. يبقى انا لو عندي دايره ليها هاي اوتبوت ريزيستنس احاول اشوف نقطه في الدايره يكون عندها لو اوتبوت ريزيستنس عشان ما يحصلش الايه حكايه الريزيستنس تاخد كل الفولت اللي انا عايز اقيسه وما اعرفش اقيس حاجه في الاخر. تمام، فده الايفكت بتاع الريزيستنس. يبقى انا بحاول دايما ادور على الحتت اللي يكون فيها لو اوتبوت ريزيستنس. الكاباسيتنس بقى هي نفس الفكره بالظبط، يعني لو عندي كاباسيتنس للأوسيلوسكوب، يعني مثلا عندي هنا دي سيجنال عايز اقيسها ليها سيرتن رايز تايم، لو الأوسيلوسكوب نفسه له انبوت كاباسيتنس هيبقى ان بارل مع الكاباسيتنس دي. تمام، ده غير بقى حكايه الأوسيلوسكوب له رايز تايم والكلام ده، لا ده مجرد ان هو له انبوت كاباسيتنس، الانبوت كاباسيتنس دي هتبقى ان بارل مع الكاباسيتنس الموجوده فهيزود لي الرايز تايم بتاعي مجرد بس في وجود الانبوت كاباسيتنس. فدي دي بنسميها لودينج افكتس، كل ده بنسميه لودينج افكتس. دي كلها ايرورز ممكن الاوسيلوسكوب يعملها لي على السيجنال اللي انا بقيسها. ففي المحاضره دي بندرس البروب نفسه بتاع الاوسيلوسكوب. فعامة في معظم الأوسيلوسكوبس بيكون الانبوت ريزيستنس بتاعة الأوسيلوسكوب في وجود البروب 1 ميجا، وبيكون الانبوت كاباسيتنس حوالين 75 بيكو، غالبا الكاباسيتنس دي جاية من البروب. تمام، زي ما احنا شايفين كده السكوب لوحده عنده انبوت كاباسيتنس 15 بيكو، دي حاجات كلها ارقام تيبيكال يعني، والانبوت امبيدنس او انبوت ريزيستنس 1 ميجا. البروب نفسه نتيجة إن هو بيبقى شيلدد بيبقى فيه كاباسيتنس عالية، ففي الآخر ممكن ألاقي إنبوت كاباسيتنس كلها خمسة في حدود ال 75 بيكو فاراد. تمام، معنى كده إن في لو في لو أنا بقيس ريزيستنس فقريبة من الواحد ميجا أكيد هيحصل إيه بوتنشال ديفايدر ومش هتفرج على السيجنال كويس. لازم تكون السيجنال اللي انا بقيسها الريزيستنس بتاعتها اقل بكتير من 1 ميجا، والا هيحصل بوتنشال ديفايدر ومش هشوف السيجنال كلها، هيبقى في جزء كبير منها رايح على الريزيستنس بتاعت الاوتبوت سيجنال بتاعتي. طيب 1 ميجا دي مش كتير، 1 ميجا دي مش كتير. ف الناس عملت ايه؟ حاولت انها تكبر الانبوت ريزيستنس دي عن طريق اللي هو ال 10x بروب، ودي لو دخلنا المعمل عندنا هنلاقي كده على البروب نفسه، على البروب نفسه مش على الاوسيلوسكوب، على البروب نفسه كده هنلاقي زرار 1x و10x. دي نقطة مهمة جدا عايز اركز عليها في المحاضرة، ايه حكاية ال 1x وال10x دي؟ ال 10x دي لما بختارها على البروب بيحط سيريس ريزيستنس
في البروب 9 ميجا، فهتبقى التوتال انبوت ريزيستنس اللي انا شايفها نتيجة البروب والاوسيلوسكوب 10 ميجا، فانا كده زودت الانبوت ريزيستنس، بدل ما هي كانت 1 ميجا خليتها 10 ميجا. طب دي حاجة كويسة، انا كده زودت الانبوت ريزيستنس بتاعت الاوسيلوسكوب، فاقدر اتفرج على سيجنالز يكون الاوتبوت ريزيستنس بتاعتها اعلى شوية من غير ما يحصل الفولتج دروب. بس المشكلة ايه؟ المشكلة طبعا ان هيحصل اتينيويشن، الاوسيلوسكوب هيشوف بقى اتينيويشن بمقدار 1/10، هتبقى حاجة بالشكل ده، هيبقى الاوسيلوسكوب السكوب انبوت نفسه شايف اتينيويشن نتيجة البروب 1/10، بس انا الاتينيويشن ده ممكن اعوضه عندي على السكيل بتاع الاوسيلوسكوب. يبقى انا لما اختار لما اختار ال 10 اكس اتينيويشن دي، ابقى عارف ان انا عامل اتينيويشن 1/10، يبقى اي حاجه بقراها على الاوسيلوسكوب لازم اضربها في 10. في المقابل كده ايه؟ في المقابل انا زودت الانبوت ريزيستنس بتاعت الاوسيلوسكوب. دي من الحاجات اللي سهل جدا نجربها في المعمل. نخش كده المعمل، نمسك البروب بتاع الاوسيلوسكوب ونجرب ال 1 اكس وال 10 اكس ونشوف السيجنال بيحصل لها ايه. طيب يبقى انا كده عملت اتينيويشن، خسرت يعني، عملت اتينيويشن بمقدار واحد، بس مش مشكله حكايه الاتينيويشن دي. ليه؟ لان انا عندي على الاوسيلوسكوب في الفيرتيكال سكيل، ممكن ان انا اكبر شويه السيجنال بتاعتي على الشاشه بتاعت الاوسيلوسكوب. تمام، وابقى عارف ان في اتينيويشن 1/10. طب انا عملت ليه كده؟ عشان اكبر الانبوت ريزيستنس بتاعتي. فالكلام ده بنستخدمه لو عايز اقيس هاي ريزيستنس من غير ما اعمل حكايه اللودينج على الدايره بتاعتي. طيب الفكره بقى ان في كاباسيتنس كمان معايا، في كاباسيتنس زي ما اتفقنا في البروب، وفي كاباسيتنس في الاوسيلوسكوب. فات فيري لو فريكونسي بيبقى اتنيويشن R2 على R1 زائد R2، اللي احنا اتفقنا هو هيكون 1/10، ان R2 ب 1 ميجا، R1 ب 9 ميجا، يبقى الاتنيويشن 1/10. طيب ات هاي فريكونسي، ات هاي فريكونسي بتكون الامبيدنس بتاعت الكاباسيتنس اكبر بكتير من الريزيستنس، فهيتحول ده البوتنشال ديفايدر تاني خالص، بيساوي سي واحد على سي واحد زائد سي اتنين. يبقى الاتينويشن في اللو فريكونسي غير في الهاي فريكونسي. طب هل انا ممكن اظبط الاثنين اتينيشن دول قد بعض؟ ممكن لو انا حققت الكونديشن اللي تحت ده، R1 C1 تساوي R2 C2، يعني حصل ضرب الريزيستنس والكاباسيتنس بتوع البروب يساوي حصل ضرب الريزيستنس والكاباسيتنس بتوع الاوسيلوسكوب. فممكن نبص للحكايه دي بطريقه تانية شويه. لو عندي نفس الدايره اهي، اهي فوق مرسومه، لو R1 C1 اكبر من R2 C2، وجينا رسمنا، طبعا الدايره دي سهل جدا ان احنا نعملها على اوركاد ونرسم الفريكونسي ريسبونس بتاعها ونشوف هيتغير ازاي. فممكن نعمل الكلام ده كله على اوركاد، ده اللي انا عملته هنا، مجرد حطيت الدايره دي ورسمت الاوتبوت على الانبوت فريكونسي ريسبونس وقعدت اغير في قيم الار والسي. فلو R1 C1 اكبر من R2 C2 بلاقي الريسبونس عامل كده، بيزيد في الهاي فريكونسي، وشكل الاوتبوت بالس لو انا مدخل ايديال بالس بيطلع حاجه بالشكل ده. ده قريب من الهاي باس فلتر، دون بالظبط قريب من البيهيفير بتاع الهاي باس فلتر. طيب لو انا حطيت الكونديشن العكس بقى، ان R2 C2 هي الاكبر من R1 C1، بلاقي الشكل بقى اكبر في اللو فريكونسي من الهاي فريكونسي، يعني اقرب الى
اللو باس فلتر. فهنا السبايكس دي اللي كنت بشوفها نتيجة الديفرنشيشن بتاع الايه الهاي باس فلتر. هنا ده قريب من الريسبونس برضو بتاع اللو باس فلتر. طيب معنى كده ان في حتة الهاي فريكونسي كانت اكبر وحتة تانية اللو فريكونسي هي اللي كانت اكبر. فلو ظبطنا بقى كونديشن R1 C1 بتساوي R2 C2 هتلاقي الفريكونسي ريسبونس فلات مع الفريكونسي. يعني الاتينيويشن في اللو فريكونسي هي نفسها الاتينيويشن في الهاي فريكونسي. فدي حاجة very interesting لان انت كده شلت خالص الهاي باس واللو باس ريسبونس من عندنا. فبقى الاتينيويشن عندي كونستانت. طيب هل ده معناه ان خلاص الاسكوب بقت الباند ويدث بتاعته ما لا نهايه؟ هل ده معناه ان الاسكوب الباند ويدث بتاعته بقت ما لا نهايه؟ انا خلاص كده خليت الهاي فريكونسي زي اللو فريكونسي. حد يعرف يخمن كده يا جماعه؟ هل معنى كده ان خلاص كده الباندويث بتاعتي بقت ما لا نهايه؟ ولا في ليميتيشنز تانية؟ انا اظن لا، مش هيبقى، لا مش هيبقى ما لا نهايه. مين اللي بيتكلم؟ جلال، طب ليه مش ما لا نهاية؟ احنا عندنا ريسبونس فلات اهو. هو فلات بس مش هو الاتنين حصل لهم نفس الاتينيويشن فبقى فلات، بالظبط. فلو زاد قوي الاتنين هيقربوا من الصفر، ممكن برضو ما نقدرش لا لا نعملها خلاص ديتكت. خلاص 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 ثانية واحدة. ما هو خلاص، ما هو الاتينيويشن ثابت خلاص، احنا مظبطينه بواحد على 10. بس لو فالاتينيويشن واحد الفريكونسي على قعدت 10 في اللو فريكونسي زيها واحد على 10 في الهاي فريكونسي. لو زادت قوي بقى هتبقى 1 على مليون مثلا في الهاي. لا لا ما فيش خلاص. ليه الاتينيويشن ثابت خلاص واحد على 10؟ يبقى مش متخيل بقى ثابت حتى لو الفريكونسي زادت. خلاص، ما الاتينيويشن واحد على 10 في اللو فريكونسي والهاي فريكونسي. مش عارف، أعتقد يا دكتور هيبقى فيه اندكتنس. هو في اندكتنس بس وليها افكت تاني. بس الفكره هنا ان احنا لسه احنا بنتكلم، بس خلي بالكو ده على الانبوت بتاع الاسيلوسكوب، لسه في دوائر تانية بعد كده جوه الاسيلوسكوب نفسه، هي بقى اللي هيكون ليها لو باس ايه افكت. تمام، يبقى احنا هنا بنتكلم بس على الانبوت امبيدنس بتاعت الاسيلوسكوب، لكن الاسيلوسكوب مش عباره عن انبوت امبيدنس بس، ده لسه في دوائر تانية بعد كده، في امبليفايرز جوه بقى بتكبر السيجنال، وفي فلترز، وفي حاجات تانية كتيرة جدا جوه الاسيلوسكوب، هي دي اللي هتعمل الليميتيشن بتاع الفريكونس. تمام، فلسه برضو هيكون ليه باندويتس، دي ما نقدرش نكبرها. الباندويتس اللي بقراها على الاسيلوسكوب دي مش الباندويتس بتاعت الانبوت، دي الباندويتس اللي انا بشوفها بتاعت الدوائر كلها على بعضها. انا هنا من كل اللي عملته بس بشيل الايفكت بتاع اللودينج بتاع الانبوت امبيدنس بتاعت الاسيلوسكوب بس، لسه في الهاي فريكونسي بقى هينزل تاني نتيجه ايه؟ نتيجه الانبوت الامبليفايرز بقى والالكترونكس اللي جوه الاسيلوسكوب نفسه. كده او كده انا لا يمكن اتعدى الباندويتس بتاع الاسيلوسكوب. انا بس كل اللي عملته عملت اتينويشن وعملت كومبنسيشن، ده بسميها كومبنسيشن للايه للاتينويشن دون، والكومبنسيشن للريزيستنس والكاباسيتنس. مفهوم الجزء ده يا جماعه؟ عشان بس ما حدش يشوف دي فلات معنى كده انا خلاص الباندس بقت ما لا نهايه. هنا هو ان الاتينويشن ثابت 1 على 10 لكن كده او كده الباندس هتنزل قدام شويه او هتبتدي تبان قدام شويه نتيجه الالكترونكس اللي جوه الايه الاسيلوسكوب. في حد عنده سؤال يا جماعه؟ الجزء ده واضح؟ انا هنا عامل سيميليشن بس للانبوت امبيدنس، لسه في حاجات بقى تانية بعد كده بتاعت الاسيلوسكوب مش باينه عندي في الايه في السيميليشنز اللي تحت.
طيب فطب بنعمل ازاي في ال اتفضل. انا عندي سؤال، هو مش انا كده بعمل لودنج على الدايره نفسها لما انا ازود الريزيستنس بتاعت البروب نفسه؟ الدايره نفسها هتبقى شايفه ريزيستنس كبيره قوي، فهي نفسها يعني الريسبونس بتاعها هيتغير غير اللي انا بيحصل في الدايره من غير البروب. حلو جدا. مروان، مش مروان برضو سأل؟ اه انا طيب مروان بيسأل حاجة، يا ريت حد تاني يجاوب عليها يا جماعة. مروان بيقول الريزيستنس بتاعت الاسكوب كده زادت، دي حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ حاجة كويسة أعتقد. المفروض كويسة لأنه مش هيسحب كارنت، فتأثيره هيبقى ضعيف على ال بالظبط كده. انا بالعكس انا عايز اكبر الريزيستنس اكتر، زي ما محمد قال كده وزي ما جلال قال برضو، كل ما ازود الريزيستنس كل ما يكون احسن. معنى كده ان انا زي ما انت بتقول يا مروان مش هاثر على الدايره بتاعتي، انا هاثر على الدايره بتاعتي لو الريزيستنس قلت، لانها هتسحب تيار من الدايره، ده اللي احنا بنسميه انها بتعمل لودنج على الدايره. تمام، فهمت خلاص. تمام، فانا من مصلحتي ازود الريزيستنس. هي المشكله لما زودنا الريزيستنس بقى ممكن يحصل لي حاجات ايه اللي هي السبايكس دي نتيجة وجود الكاباسنس معي، فعشان كده لازم اعمل حكاية الكومبنسيشن. تمام. يبقى احنا عندنا في المعمل مفروض الديفولت بتاعي ان الاوسيلوسكوب الانبوت امبيدنس بتاعته 1 ميجا باستخدام الايه البروب اللي عندنا في المعمل. فأي دايرة بقيسها لازم تكون الريزيستنس بتاعتها أقل بكتير من 1 ميجا، وإلا زي ما إيه زي ما أنتوا قلتوا كده هسحب تيار من الدايرة، فهبتدي أثر على الدايرة اللي أنا بقيسها. إحنا عايزين نبتدي نبص بقى للأوسيلوسكوب ده مش حاجة كده، هو الأيديال بتقيس أي حاجة، أي فريكونسي وأي ريزيستنس وأي كاباسنس. لا، ده الكترونكس زيه بالظبط زي الدوائر اللي احنا بنقيسها، ليه ليميتيشنز، لازم ابقى عارف الليميتيشنز بتاعته ايه. فالليميتيشنز بتاعت كل الاوسيلوسكوبس ان الانبوت امبيدنس بتاعتها بواحد ميجا. فانا لو حطيت، لو انا عندي سورس الاوتبوت امبيدنس بتاعته 1 ميجا والسورس ده مطلع لي 1 فولت، هقيس قد ايه على الاوسيلوسكوب؟ الفولت اللي هيطلع الاوسيلوسكوب هيقيس قد ايه؟ لو عندي سورس 1 فولت والاوتبوت امبيدنس بتاعته 1 ميجا حقيقي، وجيت قسته بالاوسيلوسكوب هيقيس قد ايه فولت على الاوسيلوسكوب؟ ها تاني، عندي سورس 1 فولت لو سيريس ريزيستنس 1 ميجا، هيقيس ايه الفولت اللي هيقيسه على الاوسيلوسكوب؟ نص فولت. نص فولت على طول، ما هو الانبوت امبيدنس بتاعت الاوسيلوسكوب 1 ميجا والسورس 1 ميجا، يبقى هقيس على طول نص فولت، بدل ما هقيس ال 1 فولت هقيس نص فولت. يبقى اي دايره ليها الاوتبوت ريزيستنس قريبه من ال 1 ميجا هيعمل لي على طول القياس اللي هقيس على الاوسيلوسكوب مش هتبقى مظبوطه. طب ازاي عايزين نعلي الريزيستنس عند 1 ميجا؟ فعشان كده هنعليها بقى ازاي؟ جوه البروب نفسه، جوه السلك الاسود ده كده بتاع البروب، بنزود جواه 9 ميجا. كويس، انا كده زودت الانبوت ريزيستنس بس في نفس الوقت عملت اتينيويشن، لان دي زودتها 9 ميجا زودتها بره، لكن جوه لسه 1 ميجا. فانا زودت الانبوت ريزيستنس بس عملت اتينيويشن. مش مشكله، قلنا الاتينيويشن ده انا عارف ان هو 1/10، فاقدر اعمل له ايه، ابقى عارف ان انا القرايه اللي قدامي على الاوسيلوسكوب دي لازم اضربها في 10، بس في مقابل كده انا بقرا قرايه صح لان مش عامل لودنج على الدايره بتاعتي، مش عامل لودنج، مش ساحب منها تيار خالص. بس في مقابل كده ان تاثير الريزيستنس والكاباسيتنس لازم اعمل لها كومبنسيشن زي ما اتفقنا. بعض اغير مثلا هنا بيغير بنغير يا اما في الكاباسيتنس سي 2 يا اما في الكاباسيتنس سي 1،
بحيث ان انا اظبط الكونديشن R1 C1 يساوي R2 C2. طب ازاي بعملها في المعمل ده؟ ازاي بظبط الكونديشن ده في المعمل؟ لو بصينا كده في الاسيلوسكوب هلاقي الاسيلوسكوب نفسه في حته كده بتطلع لي سكوير ويف، في بين كده في الاسيلوسكوب. يا ريت الكلام اللي انا بقوله ده كده لما نخش المعمل المره الجايه نشوف الكلام ده كله. في اوتبوت كده في الاسيلوسكوب بيطلع لي سكوير ويف. انا بحط البروب لو عايز اشغله على ال 10 اكس اتينويشن دون، اقوم مظبطه 10 اكس اتينويشن، واقوم واخد البروب نفسه حطه على الاوتبوت دون اللي بيطلع لي السكوير ويف، وهتلاقوه واضح على الاسيلوسكوب. وابتدي هنلاقي برضو على في ال بس غالبا ده بقى مش يعني مش موجود على التجربه، يبقى في زي مفك كده، هو المفك ده بيلعب في المسمار جوه البروب. كل ما بغير الايه السيتنجز دي بغير في الكاباسيتنس، فببقى حاطط البروب وموصله بالاوتبوت السكوير ويف ده، هيطلع لي سكوير ويف على الشاشه بتاعت الاسيلوسكوب. اقعد اغير في الكاباسيتنس، طبعا انا ما اعرفش القيم بس عارف الشكل اللي طالع المفروض يطلع قدامي. ممكن لما بغير في الكاباسيتنس يطلع لي سبايكس او يطلع لي الايدجز بتبقى راوندد كده، فبقعد اغير في الكاباسيتنس لغايه لما يطلع لي ايديال سكوير ويف. لما اشوف على الشاشه بتاعت الاستيروسكوب ايديال سكوير ويف، يبقى انا كده خلاص عملت عمليه الكومبنسيشن. يبقى صعب في المعمل اظبط الكونديشن دون لاني ما اعرفش قيم الار والسي، وحتى لو عرفتها ممكن يكون في حاجات بارازيتكس صعب قياسها. فاحسن بنعملها عن طريق ان انا بطلع السكوير ويف دي على الشاشه، وبقعد بايدي اغير في قيم الكاباسيتنس لغايه لما اشوف قدامي على الشاشه ايديال سكوير ويف. يبقى انا كده خلاص عملت عمليه الكومبنسيشن. الكلام ده المفروض اعمله، اعمل حكايه الكومبنسيشن دي. طبعا هنا ما فيش ولا سيجنال جنريتور ولا اي حاجه، ده انا السكوير ويف دي طالعه نفسها من الاسيلوسكوب نفسه. فيبقى انا لما ابتدي اشتغل بال 10 اكس اتينويشن ده مفروض ان انا اعمل حكايه الكومبنسيشن عشان اشيل الايفكت بتاع الكاباسيتنس بتاعي. انا طول ما انا شغال بال 1 اكس مش محتاج طبعا اعمل الكلام ده، مش محتاج اعمل الكلام ده، والا في بعض الاحيان برضو يستحسن ان انا اعمله، ان انا برضو عايز اعمل كومبنسيشن للار والسي بتاعت البروب نفسه. فممكن برضو اجرب ان انا اعمله عند ال 1 اكس، لان كده او كده في ار وسي للبروب، بس هي الار بتبقى صغيره قوي، لكن هي معموله اصلا على اما اعمل 10 اكس اتينويشن ابتدي اظبط الكونديشن ده. في اي سؤال يا جماعه لغايه دلوقتي؟ هو دكتور معلش انا احدد ازاي ان انا هشتغل يعني 10 اكس اتينويشن ولا 1 اكس؟ انا المفروض ابقى عارف بقى الدار اللي بقيسها دي الاوتبوت ريزيستنس بتاعتها بكام، لازم اكون حاسبها يعني من الاول. لازم ابقى عارف كده الدايره بتاعتي دي الاوتبوت ريزيستنس بتاعتي بكام. لو انا عارف انها ريزيستنس عاليه لازم اروح اشتغل بالايه بال 10 اكس، لو عارف انها ريزيستنس قليله لازم اشتغل عادي بالديفولت بتاعي ال 1 اكس. طيب. طب الريزيستنس دي قد ايه؟ زي ما قلنا انا عندي الانبوت بتاعت الاسيلوسكوب 1 ميجا، ده بقارن بال 1 ميجا. طب في حدود قصوى يعني تبقى قد ايه من ال 1 ميجا مثلا لو هي عدتها مثلا؟ ما هتتحسب، ما احنا بنقول انت الكلام دون هيعملك ايرور على طول زي ما شفنا كده هون. لو انت بتقيس 1 ميجا والانبوت 1 ميجا الايرور كام؟ 100%، هيطلع ايه نص فولت او 50% اصلا. يبقى انت المفروض تبقى عارف الايرور اللي هيطلع عندك قد ايه. تمام. هل الايرور ده اكسبتبل عندك في الابلكيشن بتاعتك ولا لا؟
تمام. تمام يا دكتور. لو عايز تكبل او ايه بقى ريزيست قريبه من الواحد ميجا، او الايرور اللي انت بيطلع لك ده ايرور كبير زي ما شفنا كده طلع عليها نص فولت مثلا، لا يبقى لازم ابقى اعمل ايه ال 10 اكس اتنيشن على طول ونجربها كده. لما تخش المعمل جربوا كده اعملوا 10 اكس اتنيشن وشوفوا السيجنال على الشاشه بتاعت الاسكوب بيحصل لها ايه. المفروض طبعا اول ما اعمل 10 اكس اتنيشن الاقي السيجنال صغر نتيجه الاتنيشن اللي انا عملته ده، فلازم القيمة اللي تطلع للأسيلوسكوب أضربها في 10 بعد كده. تمام. دي على فكرة غلطة برضه مشهورة جدا، ساعات يكون البروب نفسه مظبوط على 10 اكس اتنويشن واحنا عمالين نقيس وفاكرين القيم اللي بتطلع لنا دي القيم الصح وهي كلها معمول لها اتنويشن 10 مرات. فدي من الحاجات اللي لازم برضه نخلي بالنا فيها في استخدام مع استخدام اي اوسيلوسكوب والبروب بتاعه. زي ما قال زميلكم من شويه برضه في اندكتنس، في اندكتنس الاندكتنس دي بتبقى غالبا نتيجه حته السلكه بتاعت الجراوند، هي اللي دي مش معمول لها شيلدنج، فبتكون الاندكتنس بتاعتها اكبر بكتير من الاندكتنس بتاعت البروب نفسه، او البروب نفسه بيكون الاندكتنس بتاعته مظبوطه مع الكاباسيتنس مدين ايه مدين ترانسميشن لاين 50 اوم ريزيستنس، لكن هي المشكله الاندكتنس بتاعه الحته السلكه اللي في الهواء. فالاندكتنس دي لما بتعمل لي اندكتنس كده هون على الجراوند، لو وبيعملوا لي مع الكاباسيتنس لو الفريكوانسي ريزونانس مع الاندكتنس دي مع الكاباسيتنس بتاعت الايه بتاعت الاسيلوسكوب مع بعض، ممكن لو انا قربت من الريزونانس بتاعهم اللي هو 1 على 2 باي ال سي او 1 على 2 باي جذر ال سي، لو انا قربت من الفريكوانسي دي الفريكوانسي انا شغال عندها قربت من الفريكوانسي دي يبتدي ممكن يحصل ايه ريزونانس او اوسيليشنز، او حتى لو انا بعيد عن الفريكوانسي دي وجات كومبوننت فريكونسي كومبوننت من السيجنال قربت ممكن تعمل لي رينجينج على السيجنال اللي انا بقيسها نتيجه ان ايه ال والسي دول مع بعض. فدي مشكله في القياسات الفيري هاي فريكونسي، دي مشكله في القياسات الفيري هاي فريكونسي لما اشوف الرينجينج داون على في السكوير ويفز. فعشان كده في الفيري هاي فريكونسيز المفروض ما استخدمش الجراوند بالشكل ده، فبيعملوا توصيله معينه من الجراوند بتبقى عباره عن سلكه صغيره جدا بتتحط جنب السيجنال بالظبط. يعني ده القياس الطبيعي بتاعنا في المعمل اللي على الشمال دون. لكن لو انا بقيس بقى فيري هاي فريكونسيز بيكون الجراوند بيبقى البروب نفسه مختلف، يعني البروبس بتاعت الهاي فريكونسي غير البروبس بتاعت اللي احنا بنستخدمها في المعمل، بيكون طالع منها سلكه صغيره كده وبقيس الجراوند جنب السيجنال على طول. ودي كاركترستيك في اي هاي فريكونسي ميجرمنتس، لازم دايما لما اقيس السيجنال بيبقى السيجنال والجراوند جنب بعض بالظبط. ده الحكايه دي دايما في اي ميجرمنت هاي فريكونسي سيجنالز عشان حكايه الاندكتنس. فلازم وانا بعمل البي سي بي نفسها ابقى حاطط الجراوند جنب السيجنال بالظبط، بحيث لما اجي اقيس الايه الجراوند والسيجنال والجراوند جنب بعض على طول. طيب ده كان الجزء الاولاني من المحاضره اللي هو على الانترودكشن او الاجزاء اللي هي كومن في كل الاوسيلوسكوبس سواء كان انالوج او ديجيتال. الجزء الثاني بقى هنتكلم على الانالوج اوسيلوسكوب. فممكن ناخد ريست كده 5 دقايق يا جماعه ونكمل بقى بعد كده. هناخد ريست 5 دقايق ونكمل الجزء الثاني بتاع الانالوج اوسيلوسكوب ان شاء الله. فدلوقتي الربع يعني
لغاية الـ10 كده. ماشي، شكرا يا السلام عليكم يا جماعة، سامعيني كده؟ زمان حضرتك يا دكتور. طيب، شكرا يا فيروز. طيب، أنا كنت برضه عايز قبل ما أبدأ الجزء ده، وأنا عايز أتكلم برضه على المعمل، فإن شاء الله الأسبوع ده هنرجع تاني المعمل. الفكرة بس مش هناخد غياب في المعمل، يعني انتوا ممكن كده كل جروب، هي الفكره كلها اللي احنا عايزين نعمله عشان الظروف الحاليه، يعني عايزين نقلل عدد الطلبه في المعمل. فالاوبشن اللي احنا لقيناه ان المعمل مش هنقدر نوقفه، المعمل لازم هيفضل شغال. فممكن لو انتوا عايزين في الجروب الواحد جزء يحضر وجزء ما يحضرش، ممكن التجربة اللي بعديها تبدله جزء يحضر اللي حضر يكمل، بس ما ينفعش طبعا ان حد ما يحضرش على طول، ممكن يحضر كل مرة من كل معمل او معمل لا. فاحنا مش هناخد غياب في المعمل، بس لازم الناس كلها تقدم ريبورتس. ما ينفعش حتى لو انت ما حضرتش التجربة هتتفرج على اليوتيوب بتاعها، لو عندك أسئلة هتسألها للمعيد أو لزمايلك اللي حضروا وتقدم الريبورت. فابتداء من الأسبوع ده زي ما اتفقت مع المعيدين مش هيبقى فيه درجة على الحضور، بس هيبقى الدرجة كلها بتاعة التجربة هتبقى على الريبورت. في حد عنده سؤال في النقطة دي؟ طب يا دكتور، هيبقى في تعويضات مفتوحة آخر السنة بحيث إن احنا لو ممكن ننزل نجرب التجارب بالظبط كده، بنفسنا؟ يبقى في أوقات بعد كده مفتوحة بحيث إن لو حد عايز يجرب تجربة فاتته أو عايز يعملها بإيده، هيبقى في أوقات بعد كده للحاجات دي. تمام، شكرا جدا. هي الفكرة كلها إن إحنا نحاول نقلل عدد الطلبة على التجربة أثناء المعمل. طيب، نتين نكمل إن شاء الله المحاضرة. هنتكلم مفروض على الانالوج اوسيلوسكوب. انا مش هخش في التفاصيل برضو بتاعه الانالوج اوسيلوسكوب، معظمكم عارفها كويس. انا هركز على الجزء بتاع التريجر ده، هو بيبقى الجزء اللي معظم الناس عندها مشاكل فيه ومن الاجزاء المهمه. ايه وظيفة التريجر ده؟ وظيفة التريجر ان انا مفروض اشوف السيجنال قدامي ثابت على الاوسيلوسكوب، لان انا عندي السيجنال مثلا لو عندي ساينسويدال بالشكل ده. الفكرة ايه؟ الفكرة ان الاوسيلوسكوب بيعرض السيجنال بتاعتي بدءا من نقطة معينة، كل مرة بيبتدي من نفس النقطة. فلو انا مثلا ابتديت من النقطه دي هيبتدي كل مره يرسمني الجزء الايه الغامق ده من السيجنال بس. فهشوف عندي على الشاشه بس الجزء الغامق ده، بس الجزء الغامق اللي طالع عندي على الشاشه دون نتيجه كذا سيجنال فوق بعض، بس نتيجه ان هو بيبتدي كل مره من نفس النقطه بيتهيأ لي انها سيجنال واحده بس ثابته.
هي في الواقع كذا سيجنال فوق بعض. فدي من النقط اللي لازم ايه او المفروض يعني الناس تكون فاهمها كويس. يبقى انا اللي انا بشوفه دايما على الانالوج اوسيلوسكوب ده نتيجه ايه كذا سيجنال فوق بعض، بس انا بشوفهم على انهم سيجنال واحده. ليه؟ لان انا كل مره ببتدي ارسم السيجنال من نفس النقطه. المشكله ان انا لو ما كانش عندي حكايه التريجر دي ما كنتش هشوف سيجنال قدامي ثابته، لان كل وانا كل مره ابتديت ارسم من نقطه مختلفه هشوف كذا سيجنال قدامي في نفس الوقت، فمش عارف اشوف حاجه في الاخر. فدي نقطه مهمه جدا في التريجر او في ان انا اتفرج على السيجنال على الاوسيلوسكوب. ودي بتيجي ان انا يبقى عندي مثلا الانبوت داخل، باخد الانبوت دون اقارنه زي ما قلنا كده هو بكمباراتور بسيرتن تريجر ليفل بسيرتن فولتج. اول ما السيجنال اللي داخله دي توصل للسيرتن فولتج دون بيطلع بالس. البالس دي هي اللي بتعمل تريجر للسوتوث بتاعت الاكس اكسس بتاعتي دي ترسم. يبقى ببتدي ارسم اول ما السيجنال اللي داخله توصل للفولتج اللي انا حاطه ده او التريجر ليفل. والفولتج ده ممكن بغيره، وده كنترول عندنا بيبقى على الاوسيلوسكوب مكتوب عليه ليفل. كل ما بغير الليفل ده انا اكشولي بغير الفولت اللي بكمبير معاه السيجنال. فممكن ابتدي من نقط مختلفه حسب انا بغير التريجر ليفل دون. انا عندي امكانيه ان انا بايدي على الاوسيلوسكوب اقعد اغير، فبغير النقطه اللي انا ببتدي عندها لان انا بكمبير السيجنال مع الليفل ده. اول ما الكومباراتور يقول لي اوكي هو عمل تريجر بالس، اول ما بيطلع تريجر بالس بيبتدي الدايره اللي بتطلع لي الرامب دون اللي هو بيرسم لي السيجنال بتطلع. لو عايز حته اكبر، لو عايز حته اكبر بكبر الرامب ده. يعني عايز اتفرج على السيجنال مثلا كومبليت بيريد، فبكبر الرامب ده، بكبر التايم بتاعه. ازاي بكبر التايم بتاع الرامب؟ بلعب في ايه في الاوسيلوسكوب؟ التايم بيز نوب. التايم بيز نوب اللي هي بتبقى بتتحكم في التايم ريزوليوشن، هي دي اللي بتكبر لي التايم او التي بتاع الرامب. لما بكبر التي بتاع الرامب بقدر اسكان حته اكبر في السيجن. فالتريجر دون زي ما قلنا بيبقى عندي الليفل قدامي على الاوسيلوسكوب، لما بغيره بيغير في النقطه اللي ابتدي عندها. حاجه كمان اسمها السلوب، يعني ممكن ابدا لان ممكن النقطه دي تكون مثلا في الحته زي في الاكزامبل اللي فات النقطه ده بيقطع السيجنال في كذا حته. طب ازاي اعرف الحته اللي هبتدي ارسم من عندها السيجنال او النقطه اللي ارسم عندها السيجنال؟ هنا مثلا بنحددها بالسلوب. هنا مثلا السلوب بتاع السيجنال نيجاتيف، هنا السلوب بتاع السيجنال بوزيتيف. فانا بيبقى عندي امكانيه كمان اتحكم في التريجر سلوب. فلو غيرت السلوب ده بيبتدي يرسم السيجنال من النقطه اللي السلوب عندها يا اما بوزيتيف يا اما نيجاتيف. هنا مثلا باين الفرق لو ابتديت ارسم من البوزيتيف سلوب او لو ابتديت ارسم بالنيجاتيف سلوب. دي بس النقطة اللي هيبتدي يرسم من عندها. طبعا اللي بيطلع لي عندي واحدة من الاثنين دول، بيطلع ليش الاثنين، انا بختار يطلع لي البوزيتيف سلوب ولا نيجاتيف سلوب. دي كلها حاجات يا جماعة تاني بعيد مفروض نجربها في المعمل. دي عندنا الامكانية ان احنا قدامنا الاوسيلوسكوب في المعمل ادور فين على الحاجة اللي مكتوب عليها ليفل وفين الحاجة اللي مكتوب عليها سلوب واقعد اجرب العب فيهم
واشوف الايفكت بتاعهم ايه. طيب برضو بيبقى عندي برضو زي ما اتفقنا هحط لكم المانيوال بتاع الاوسيلوسكوب على الويب سايت بتاع المعمل، بحيث ان احنا بتاع الكورس يعني، بحيث يبقى عندك تقدر تفتح المانيوال وتعرف منه فين الحاجات دي كلها قدامنا على الاوسيلوسكوب. برضو التريجر مود، في حاجه اسمها تريجر مود. التريجر مود دي لو اخترته نورمال بيطلع لي دايما السيجنال، بس لما ابقى ظابط، لو انت بقى مش ظابط التريجر ليفل دون في فولت موجود اوريدي على السيجنال، مش هيطلع لك حاجه على الشاشه. هتغير، تخيل كده عندك التريجر ليفل دون انت اخترته كان قليل قوي بحيث ما عملش انترسكشن مع السيجنال، فخلاص التريجر باس دي عمرها ما هتطلع والرامب دي عمرها ما هتطلع، فانت هيشتغل عندك الشاشه سودا ما فيهاش حاجه. لازم تقعد تلعب في التريجر ليفل لغايه لما ينترسكت مع السيجنال. المود الثاني بقى اللي هو اوتو دون، ده بيطلع تريجر على طول حتى لو مش بينترسكت مع السيجنال، بس هتطلع السيجنال بتمشي كل شويه. لان ليه بتمشي كل شويه؟ لان هي راندوملي كده بتبتدي كل مره النقطه مختلفه، هتلاقي السيجنال بتتحرك مش ثابته قدامك على الشاشه. فلازم لما تطلع السيجنال تقعد تلعب في الليفل لغايه لما تثبت السيجنال، لغايه لما تعمل انترسكشن ما بين السيجنال والتريجر ليفل. ميزه اوتو ايه؟ ميزه اوتو ان بيطلع لك حاجه على الشاشه حتى لو السيجنال مثلا مش ثابته، لكن في نورمال مود ما بتشوفش حاجه خالص الا لما التريجر ليفل ينترسكت مع السيجنال ليفل. فعشان كده معظم الناس بتحب انها تعمل التريجر مود يبقى اوتو، بحيث يطلع لها اي حاجه على الشاشه الاول وبعد كده يبتدي يلعب في الليفل لغايه لما يظبط، لغايه لما يوقف السيجنال. خصوصا ان انا مش عارف شكل السيجنال ولا عارف الامبليتيود بتاعها قد ايه، فازاي هظبط التريجر ليفل اصلا؟ فعشان كده دايما الناس تبتدي من المود اوتو ده. طيب في اكزامبلز برضو مهمه جدا ان احنا نبقى فاهمينها هي بتشتغل ازاي. طيب فدي مثلا سيجنال ممكن تعمل لي مشكله، دي سيجنال بيريوديك وكل حاجه، بس البيريود الواحده مكونه من 3 بالس زي ما احنا شايفين كده. المشكله انها مش زي الساينسويدال كده دي تريجر ليفل واحد. انا مثلا التريجر ليفل مثلا هو الخط الاحمر ده بيقطع سيجنالز كتير، سيجنال كتير قوي يعني في البيريود الواحده. مثلا قلنا البيريود بتاعتي هي الثلاثه بالسز دول، زي ما احنا شايفين كده البيريود بتاعتي هي ايه اللي جوه المربع الاحمر ده، وبعد كده بتتكرر. فالمشكله ان التريجر ليفل بتاعي بيقطع السيجنال في نقط كتيره. لو قلنا مثلا انا مختار بوزيتيف سلوب، يبقى هيقطع في البوزيتيف سلوب دون والبوزيتيف سلوب دون والبوزيتيف سلوب دون، يبقى هيطلع لي 3 تريجر بالسز. تمام، هي مش مشكلة قوي لان هي اول تريجر بالس بتطلع، طالما الرامب طلعت لازم تخلص لغاية الاخر. طالما الرامب طلعت التريجر بالس التانية دي هتبقى اجنورد لغاية لما البالس الرامب تخلص. طب نفترض انا كنت مختار التايم ريزوليوشن بالعرض بتاع الرامب ده، فالرامب خلصت فجت السيجنال الدايره بعد كده اللي مستنيه تريجر، اول سلوب شافته كان هو ده فطلعت لي تريجر بالس وطلعت لي الرامب كمان. المشكله بقى ان ايه؟ ان اول مره ما
ده الشكل اللي هيترسم قدامي على الشاشه بتاعه الاوسيلوسكوب، لان التريجر بالس لما طلعت رسمت الجزء ده من الايه من السيجن. لما جت التريجر بالس اللي بعد كده هترسم الجزء ده من السيجن. خلصت الايه، خلصت الرام نزلت، وبعد كده جت التريجر بالس تانية بس جت مع البوزيتيف سلوب ده اللي هو هنا. فهتطلع الرام، هترسم جزء تاني خالص من السيجنال. اللي انا هشوفه ايه على السولوسكوب عندي؟ هشوف الشكل ده. مش عارف اتفرج على السيجنال بتاعي. ايه المشكلة؟ المشكلة ان السيجنال كل مرة تبتدي تترسم من نقطة مختلفة. ده نتيجة ان السيجنال نفسها فيها بتقطع التريجر ليفل في كذا نقطة. بتقطع التريجر ليفل في كذا نقطة. الكلام طبعا ده مشوش مع الساينسويدال، لان الساينسويدال بتقطع التريجر ليفل بس في البيريد الواحدة في نقطتين، واحدة عند بوزيتيف سلوب واحدة عند نيجاتيف سلوب. المشكلة في السيجنالز اللي هي بتكون بالشكل اللي قدام اللي فيها سكوير ويف كده، او اي سيجنال بتقطع التريجر ليفل في اكتر من نقطة. طيب ايه الحل بتاع حاجة زي كده؟ الحل اللي هو سهل قوي ممكن ان احنا نعمله على طول، او يعني اللي انتوا شايفينه ممكن يكون بوسيبل. طبعا في حل جوه الاوسيلوسكوب ان احنا نعمل حاجة شبه كده او نحل المشكلة دي، بس في حل بسيط قوي ممكن انتوا تفكروا فيه كده بالراحة دلوقتي وتقولوا لي مثلا ايه ممكن يكون حل بالشكل ده عشان اتفرج على سيجنال ثابتة كل مرة. نغير التايم بيز بالظبط كده، زي ما عبد الرحمن قال. زي ما عبد الرحمن قال كده، لو صغرنا شوية التايم بيز، يعني خلينا بس ياخد 1 بيريد، هتيجي بعد كده يبتدي يخلص الرامب، تخلص هنا، فتبتدي اول ما الرامب خلصت هتاخد التريجر بارس اللي بعدها ترسم لي السكند بيريد وهكذا. فهترسم لي بس الايه البيريد بتاعتي. تمام، ده حل. ده حل. طب افترض ناس بقى لا عايزه تشوف اكتر، عايزه تشوف الرسمه اللي قدامي دي، مش عايزه تصغر البيريد. تمام معايا كده لغايه دلوقتي يا جماعه؟ في حد عنده سؤال لغايه دلوقتي؟ طيب في حاجه تاني بقى، او حل تاني في الاوسيلوسكوب، حاجه اسمها التريجر هولد اوف. ايه تريجر هولد اوف دون؟ التريجر هولد اوف دون بيقول لي انت مثلا ظبطت الرامب دي بيريود بتبقى عندنا اللي هي الهولد اوف بيريود دي، بيجنور فيها اي تريجر بالس. فانا حطيت الويف فورم طلعت لي اول تريجر بالس اهي، طلعت الرام رسمت السيجنال دي. انا مش عايز اعمل تريجر عند البوزيتيف سلوبس الثانيه دي، فبتحكم في التايم اللي بين الرامز، بعمل هولد اوف يعني باجنور التايم ده. وبعد كده بحيث لما تيجي بالس تانية تبتدي ترسم من عند نفس البوزيتيف ايدج اللي انا رسمت عنده السيجنال في الاول. في الحالة دي اول مرة هتطلع لي السيجنال بالشكل ده،
تاني مرة هتطلع لي برضو السيجنال بنفس الشكل، فيطلع لي على الاوسيلوسكوب السيجنال من غير ما تكون متكررة بأشكال مختلفة. يطلع عندي السيجنال سيجنال واحدة بس كلير على الشاشة بتاعة الاوسيلوسكوب. الهولد اوف برضو دون برضو نوب تاني عندي على الاوسيلوسكوب، بيتحكم في البيريود اللي بعمل فيها اجنورينج لاي تريجر باس، بيتحكم في البيريود اللي ممكن اعمل فيها اجنورينج لاي تريجر باس علشان يساعدني ان انا ارسم كل مره نفس الشكل اللي قدامي على الاوسيلوسكوب. يبقى دون الفانكشن بتاعت الهولد اوف. طيب اخر حاجه هنتكلم بعديها النهارده، برضه قبل ما نروح للجزء الاستاذ اللي جايه، افترض انت بقى زي ما عبد الرحمن قال غيرت التايم بيس بتاعك، لازم تظبط الهولد اوف تاني، لان انت هنا ابتديت من عند نقطة معينة عايز تبتدي برضو من عند نفس النقطة. في الحالة دي لما كبرت التايم بيس شوية هيبقى في تريجر بارس واحدة بس عايز تعملها اجنورنج، فلازم تقلل الهولد اوف بيس، انت عايز تاجنور بس وان بارس في الحالة دي، فلازم زي مكتوب هنا كده، ولما التايم بيس بيتغير لازم اري ادجاست الهولد اوف. برضه دي بتبقى زي ما قلنا نوب كده عندي على الاوسيلوسكوب، بقلل وبزود بيها البيريد بتاعه الهولد اوف دي. فانا مجرد بقعد العب في الهولد اوف دي لغايه لما السيجنال تبقى قدامي سيجنال واحده ثابته على الاوسيلوسكوب. هنا مثلا كبرت التايم بيز فقدرت اشوف تايم اكبر قدامي. لما كبرت التايم بيز قدرت اشوف عندي سيجنال التايم اكبر، بس لازم اغير الهولد اوف عشان اعمل حاجه بالطريقه عشان بالشكل ده. يبقى انا كل ما اغير التايم بيز لازم ارجع تاني اظبط الهولد اوف، ان انا بقعد العب في الهولد اوف بيريود دي بحيث ان السيجنال تبقى عندي ثابته على الاوسيلوسكوب، ما يطلعش حاجه فوق حاجه او اشوف السيجنال بتجري على الاوسيلوسكوب. السيجنال بتجري دي معناها ان التريجر مش مظبوط، لازم السيجنال تبقى قدامي على الاوسيلوسكوب على الشاشه وثابته، لان انا عاده ببقى عايز اقيس امبليتيود وفريكوانسي ورايز تايم وفول تايم، فلازم السيجنال تبقى طالعه قدامي ثابته على الاوسيلوسكوب، ما ينفعش انها تكون بتجري او كذا سيجنال فوق بعضها. في حد عنده سؤال يا جماعه لغايه دلوقتي؟ اخر جزء او اخر برضو سلايد عندنا في المحاضره، نفترض مثلا ان انا عايز اتفرج على حته معينه في الويف فورم وعايز اكبرها، والحته دي زي ما انا راسم كده في المنقطه دي هي الحته دي، انا عايز اكبر عندي على الشاشه الحته دي. دي مش سهله جدا ان انا اعمل حاجه بالشبه ده. ليه؟ لان انا لو عايز اكبر الحته دي واتفرج عليها، في مثلا في مشكله هنا بتحصل هنا في السيجنال وعايز اشوفها على الاوسيلوسكوب، فانا جيت شغلت الاوسيلوسكوب عمل تريجر على البوزيتيف ايدج هنا هيتسم لي السيجنال كده. طب حد يجي يقول لي طب ما تخليه تريجر على النيجاتيف ايدج، ايه المشكله لو حصل تريجر على نيجاتيف ايدج في رايكم يا جماعه؟ هيرسم من بعد الحته اللي انا عايز اشوفها. بالظبط كده، هيبتدي يرسم من بعد الحته اللي انا عايز اتفرج عليها. طيب نتفرج نشوف كده، انا لو عملت كده هيبتدي يرسم من البوزيتيف ايدج. ففي بقى function اسمها delayed time base، يعني ايه؟ يعني بعد ما التريجر ما
ما ترسمش على طول، لا استنى شوية وبعد كده طلع الرام. بحط تايم كده، هو ده اللي بسميه الديليد تايم بيز. فبرضه ده تايم بنظبطه من على الاوسيلوسكوب، بحس ان انا اقول له لما البلس تطلع ما تطلعش الرامب على طول، استنى شويه. فلو عمل كده هيبتدي يرسم لي الشكل هنا، واتفرج على الحته اللي انا عايزها برضه، هيبتدي يرسم من قبليها. انا كده ممكن ابتدي بقى ارسم من اي حته من بعد السلوب، مش لازم من عند البوست سلوب بالظبط، انا ممكن من اي حته، اي بعد الايه، بعد تريجر بوينت ابتدي ارسم من عندها. طيب انا عايز اكبر بقى الحته دي، تمام؟ ف عايز اكبرها، يعني عايز اطلع بس على الشاشه عندي الحته دي. فلو جيت كبرتها معنا كده عايز اكبر على الشاشه عندي تطلع بس الحته الصغيره دي. اعمل ايه في التايم بيز؟ هل التايم بيز دوت مفروض اكبره ولا صغره؟ يعني التايم اللي هو تي اكس 1 ده اكبره اكتر ولا صغره؟ انا عايز اتفرج بس على الحته دي في السجن، اصغر التايم بيز. يعني التايم بيز دوت بيتحكم في التايم اللي بيظهر عندي قدامي على الاوسيلوسكوب، فانا عايز اصغر التايم، يبقى لازم اصغر التايم بيز، يبقى اخلي التايم بيز كده مثلا، تمام. المشكله لو انا صغرت التايم بيز كده الرامب هتخلص هنا، هتبتدي البالسز دي تعمل لي تريجر تاني، البالس دي تعمل لي تريجر تاني. علشان ما تحصلش المشكله دي لازم ازود هولد اوف بيريد، بحيث ما يعملليش تريجر في البالسز دي، بحيث يبتدي يرسم برضو تاني المره اللي بعدها من البوزيتيف ايدج دون، وبعديه ديلي كمان. لو عملت كده هتطلع لي على الاوسيلوسكوب الشكل الاحمر ده، بس الحته اللي انا عايز اتفرج عليها والسيجنال نازله هنا اهي، كله بقى متكبر واخد الشاشه بتاعت الاوسيلوسكوب كلها، ولو في هنا اي مشكله في السيجنال هبتدي اتفرج عليه. فدون قدرت اعمل كده ازاي؟ ان انا عملت ديلي للرامب بتاعي، وبعد كده زي ما اكون عملت زوم في الحته اللي عايز اتفرج عليها، بس المشكله الحته اللي اتفرج عليها دي طلع لي بعد كده تريجر بالس ثاني، لما كنتش عملت الهولد اوف دون كان هيطلع لي ايه رامب ثانيه هنا كده، فهترسم لي حته في سيجنال مختلفه خالص على الحته اللي عايز اتفرج عليها. فلازم امنع الاوسيلوسكوب ان هو يطلع رامب ثانيه، فعشان كده لازم ازود الهولد اوف بيل. فدي كلها حاجه ادفانسد في الاوسيلوسكوب بتساعدني اتفرج على الكومبلكس سيجنالز، واي حته في السيجنال عايز اتفرج عليها ممكن اروح لها وازوم عليها واكبرها واتفرج على اي مشاكل فيها. الكلام ده لازم عشان اعمله لازم اكون فاهم كويس قوي حكايه التريجر دي، وفاهم كويس قوي حكاية الهولد اوف وحكاية الديلي تايم بيس. في اي سؤال يا جماعة لغاية دلوقتي؟ طيب زي ما قلت لكم هحط لكم المانيوال بتاع الايه الاوسيلوسكوب عندنا على الويب سايت، ممكن تبصوا تخشوا تدوروا فيها على الحاجات دي كلها. الديجيتال اوسيلوسكوبس بيكون فيها كمان اوبشنز اكتر من كده بكتير. احنا اللي عندنا في المعمل ده ديجيتال اوسيلوسكوب، الحاجات دي خلي بالكم لغايه دلوقتي انا بتكلم على انالوج اوسيلوسكوب، بس التكنيكس برضه كلها موجوده، وكمان حاجات مور ادفانسد في الديجيتال اوسيلوسكوب، فهتلاقوا جزء كامل في الديجيتال عن حكاية التريجر ده.
وهنتكلم عليه تاني قدام شويه في الايه في الديجيتال اوسيلوسكوب مور ادفانسد كمان عن الحاجات دي. تمام، يبقى اتفقنا احنا كده، خلصنا المحاضرة بتاعت النهاردة. في أي سؤال يا جماعة؟ طيب عظيم جدا، يبقى احنا إن شاء الله المرة الجاية زي ما اتفقنا هنعمل الكويز على المحاضرة دي وكمان المحاضرة اللي جاية. هيبقى الكويز داخل فيه محاضرة اللي هي بتاعة الأسيلوسكوب اللي هي 5 و6 كمان. برضه 6 لسه مكملين في الأسيلوسكوب. أي سؤال يا جماعة في أي حاجة لغاية دلوقتي؟ تمام، انا زي ما برضو بعت امبارح انا حطيت الدرجات كلها بتاعه الكويزز اللي فاتت كلها وبتاعه الميد تيرم موجوده دلوقتي عندنا على ال ام اس، ممكن كل واحد يشوف الدرجات بتاعته. وهنكمل بقى في موضوع الكويزز ده لغايه الاخر السمستر ان شاء الله. يبقى المحاضره الجايه ان شاء الله ميعادها في اي يوم السبت الجاي في نفس الميعاد ان شاء الله. أي سؤال يا جماعة؟ أي تعليق؟ ممكن سؤال يا دكتور في سؤال في حاجة في الميد تيرم؟ اتفضل يا مروان. دلوقتي السؤال اللي هو بتاع لو حطيت 10 فولت على الانبوت والإجابة بتاعته كانت إن الفي أوت هيبقى الجين هيبقى الفي أوت على ال 10 فولت، مش 10 فولت ده رقم كبير جدا يعني، أنا اخترت ساعتها إن هو هيخرج بره الساتوريشن ريجون أصلا، لأن 10 فولت رقم كبير قوي يعني. كويس السؤال بتاعك يا مروان، كويس أوي. حد يقدر يجاوب يا جماعة؟ حضرتك يا دكتور كان قصدك على الـ AC Analysis Simulation في الـ AURCAD أو الـ B-Spice، فهو بيعتبر بياخد الـ Linear Approximation على الـ Point اللي عندنا. مظبوط يا يوسف كده. يا بص يا مروان، هو لما بعمل ده انت كلامك صح يا مروان 100%، بس الكلام ده لو كنت بتعمله في المعمل. الفكره ان انا بستخدم هنا هو السوفت وير بتاع السيميليشن دون، لازم ابقى فاهم السوفت وير ده بيعمل ايه بالظبط. فالسوفت وير بتاع السيميليشن ده اللي هو اوركاد او سبايس، لما بقول له اعمل اي سي اناليسيس، على طول بيستخدم اللينير ابروكسيميشن مهما كانت الدايره شكلها ايه. بيفترض ان الدايره لينير حوالين البايس بوينت مهما كان الانبوت. فطالما هو افترض الدايره لينير وحط السمول سيجنال موديل بتاع الدايره اللي هو السمول سيجنال موديل بتاع الترانزستور او بتاع الامبليفاير عامه، هو بقاش شايف بقى حكايه ساتوريشن، مبقاش شايف ولا سبلاي ولا حاجه خالص، لان يعني احنا عارفين في الاي سي اناليسيز السبلاي ده بيتوصل على ايه، اي فولتج سورس، اي دي سي فولتج سورس. وانت بتعمل اي سي اناليسيز بتحط شورت سيركت على جراوند، فخلاص مفيش حاجه اسمها باور سبلاي ولا ساتوريشن ولا الحاجات دي خالص، هو اوريدي حاطط السمول سيجنال موديل بتاعه. فما تفرش بقى انت مدخله 10 فولت ولا 1 فولت ولا 100 فولت، ده بالنسبه له كلها حاجات فولتج سيجنال زي بعضهم. هو هيحسب لك الجين في الاوتبوت، هياخد الفولت ده يضربه في الجين على طول يطلع لك الاوتبوت فولتج. يعني لو السيركت بتاعتي بتعمل يعني مثلا بيحصل بالسيجنال بتبقى مقطوعه من فوق او من تحت ما بتظهرش في السيميليشنز، الكلام ده هو ما بيشوفش الحاجات دي خالص، السبلاي اصلا قد ايه ولا انت خرجت كده من اللينير. بس الكلام ده لو عايز تشوفه تعمل ايه بقى يا مروان؟ لو عايز تشوف بقى حكايه الساتوريشن دي وان هو بيخرج بره اللينير ريجن، تعمل اناليسيز اسمها ايه؟ دي سي اناليسيز بقى او ترانزيت اناليسيز.
يبقى الدي تمام. سي والترانزيت اناليسيس الاثنين دول هتشوف بقى فيهم الساتوريشن وهتشوف فيهم الحاجه بتتقطع، لان في الترانزيت ممكن تدخل ساينسويدال 10 فولت، ففي الحالة دي هتشوف الاوتبوت مقطوع على طول، معمول له ساتيوري في ساتيوريشن. بالظبط، انا فكرت السؤال كده بقى، بس ما انا كنتش عارف بالظبط الحاجه كده الثانيه. كويس. لكن في الاي سي اناليسيز ما بيشوفش الحاجات دي خالص. تمام، شكرا يا دكتور. شكرا. طب يا دكتور معلش، في سؤال تاني عندي في الميد تيرم برضه. تمام. إيه السؤال؟ هو كان على الجزئيه بتاعت الكلوك اللي كانت داخله على الريجستر وكده. هوت كان حضرتك في السلايدز كنت كاتب ان يعني كان الرسمه كان واضح ان اول كلوك بتطلع الزيرو، فمفروض مثلا لو بعد 5 كلوك واحنا بنقعد نزود 5 بوينتس في كل مره، فهيطلع في اول كلوك زيرو، وبعدها يعني 5 10 15 20، المفروض هيبقى بعد 5 كلوك هيطلع 20 مش 25. هو الإجابة حضرتك كانت 25 وأنا تمام. عملت. ماشي، هرجع عليها دي، هبص تاني على الفيجر كده وارجع عليها. طيب دكتور لو سمحت، ايوه، هو ينفع في مايكروسوفت تيمز في الكويزل بيبقى عندنا كل اسبوع يعني ان يبقى في تايمر يتضاف لي، عشان ساعات بضطر اسلم بدري كام دقيقة عشان ببقى خايفة ان هو يقفل عليا وما اعرفش اسلم. طيب حاضر، هبص في حكاية التايمر دي، إذا كانت موجودة هحاول أعملها إن شاء الله. هبص، هي تمام. فكرة كويسة برضه. دكتور، هو كان في سؤال بتاع الريزوليوشن. هو احنا كنا قلنا ان الريزوليوشن دي كل ما بتكون يعني في الديجيتال بيكون قيمة الستيب بتبقى قليلة جدا يعني، فدي بتبقى حاجة كويسة. هو في الامتحان كان في الريزوليوشن less than او higher than، فهو higher than دي معناها ان هي الستيب قليلة ولا معناها ايه بالظبط؟ عشان انا ما فهمتش السؤال. طيب انا بس لازم افتح، بس بحاول افتحه دلوقتي، اقول من الميد تيرم عشان اشوف. هو كان السؤال بيقول ان الديجيتال اوسيلوسكوب الريزوليوشن بتاعته هاير زان ولا ليس زان ولا ايكوال الانالوج الفانكشن جنريتور ده، يعني الديجيتال جنريتور الريزوليوشن بتاعته اعلى ولا. تمام. ماشي، فانت عملتها ايه؟ ايوه. ايوه يا دكتور. انت معلش، ممكن انت عملت ايه بقى في السؤال ده؟ انا عملت ان الريزوليوشن بتاعت الديجيتال هتبقى ليس، لان انا اعتمدت ان الريزوليوشن دي معناها قيمة الخطوة اللي هو بيحس بيها. ماشي. هو دي ده بيبقى دايما لما بتقول الناس عندها هاي ريزوليوشن معنى كده ان هي الستيب دي اقل. خلاص هو ده تمام ماشي. بس ده باي ديفينيشن يعني، كده هاي ريزوليوشن، كل ما الريزوليوشن عاليه كل ما كان احسن. تمام يا دكتور ماشي. تمام. دكتور معلش، هو في حاجة كمان في اتفضل. السؤال اللي هو كان مديني كان عايز ال errors find all the exciting errors، تمام. اللي هو كان فيه التاني. أنا لما جيت أختار هو أنا ما اخترتش offset عشان هي الرسمة كانت باينة جدا، باين ان في نقط مكملة لازقة في الخط، فما كانش في باين ان هو في جزء عالي يعني، كانت النقط حتى اول نقطة خالص في الكيرف تمام لازقة تمام بتاع، تمام فده خلاني ما اختارش اوفست يعني. لو يعني قصدي لو ماشي. نقط يعني في ما اوقاتها بعد كده هي مش يعني هي خلاص. باينة ان هي نقط لازقة في هحاول، الكيرف. المفروض كنت احط نقطة فعلا عندها في بداية الخطوط المنقصة، بس ممكن المرة الجاية اخلي بالي ان شاء الله. معلش شكرا. كويس.
تمام، شكرا يا جماعة. هبص أنا في الحاجات اللي قلتوها دي وأقول لكم عليها المحاضرة الجاية كده إن شاء الله. شكرا يا جماعة، يا ميعادنا السبت الجاي في نفس الميعاد إن شاء الله، وزي ما اتفقنا المعمل هيرجع تاني الأسبوع ده إن شاء الله. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.